الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا التقى والهدى والأخلاق العلى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان. ما زلنا نقتبس أنوارا من آيات كريمات من سورة الحج، آية 39: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قلنا جاي النصر، إن الله لا يخلو الميعاد، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علي نصر المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق واليهود اللي صنعته. شوفوا القرآن كيف دائما ينبئنا إلى هذه العادة المقيتة من بني صهيون، ويحبوا يكونوا هم أسياد العالم، هم المفسدون الأولون والآخرون الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق، لأنه آخر الدنيا يعم فيه العقل اليهودي والسلوك اليهودي، يعني يزرتهم حرفا The Bad Omen، الزيونيست are the Bad Omen الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. على قولتنا التوحيدية جبت لنا البرية، لكن هي بالحقيقة هدية من الرحمن، نكون حقيقة على يقين بأن هذا الدين هو الدين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع ولا دفع الله، دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع واليهود وبيع، هي النصارى، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والبيع ياكل المعزولين وتعبدوا، والله أعلم ما لحق ولا لا. هذا لحاتبه ولا ينصرن الله من ينصرن الله لقول عديد. رأوا زيد، إذا كنت اهتديت إلى نصرة الله فعلم أن من الجزاء الربانية أن تكون منصورا في الدنيا والآخرة. ولا ينصرن الله من ينصرن الله لقول عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هي العاقبة أي أمر نبورك الأفير سابان سورا ديسيدي بار ديو إيونيكمو بار ديو. والسلام عليكم من اتبع الهدى.